الصلاة والسلام. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يحترم الدماء ويحترم الأعراض، الذي أرسى أفضل نظام في العالم، قال: هناك مجرمون بما يطلق عليهم اليوم مجرمو حرب، مجرمون حرب في عالمنا اليوم لا حصان لهم أبدا في العالم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم فلان وفلان وفلان حتى ولو وجدتموهم، قال صلى الله عليه وسلم عندما دخل يفتح مكة: لو وجدتموهم وهم يستمسكون بأستار الكعبة فاقتلوهم لأنهم مجرمي حرب. مجرم الحرب، مجرم الحرب، الذين سفكوا دماء الشهداء، الذين سفكوا دماء شبابنا في صنعاء وفي تعز وفي إب وفي كل مكان وفي أرحب وفي نهم وفي كل مكان، هؤلاء لا حصانة لهم، هؤلاء مجرمون، علينا أن نمسك عليهم ونقدمه للقضاء حتى ولو تمسكوا بأستار الكعبة. يا علي عبد الله صالح، يا علي عبد الله صالح، لو ذهبت إلى الرياض أو إلى نيويورك وواشنطن فإن دماء الشهداء لن تذهب سوداء، ستلاحقك وتلاحق عائلتك وتلاحق زبانيتك وتلاحق أولئك المجرمون حتى تقوم العدالة ونؤسس بدولة، دولة قائمة على العدل والأخوة والمساواة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق جميع أهدافكم أيها الثوار، كما نسأله سبحانه وتعالى أن نصلي وإياكم قريبا جمعة النصر النهائي في ساحة السبعين هناك قريبا.